لكن سؤالي الأخير في نهاية هذا الحوار الطويل، وأنا بعتذر أننا طولنا لحضرتك. لا بالعكس. مرة أخرى، بعد 100 عام كيف سيتذكر التاريخ يعني ثورة 25 يناير؟ من سيكتب هذا التاريخ أصلا؟ اللي هيكتبوا الناس اللي كانوا عايشين في هذا الوقت. أي ثورة بتبقى بما خلفته من آثار. ثورة 25 يناير تكييفها وتقييمها محل خلاف. يعني القائمين بالثورة الذين دشنوا الثورة لم يصلوا للحكم، وبالتالي لم تتاح لهم فرصة. فأنت عندك تغير حصل، ناس عملت حاجة أسقطت نظام، إنما هم لم يتولوا نتيجة بقى تداعيات البرادعي. معلش الدكتور، البرادعي منظر هذه الثورة في الأساس، يعني واحد من أهم الشخصيات. حضرتك قابلته قبل كده؟ أكيد قابلته زمان قوي، لما قبل أن يدخل المعترك السياسي. يعني لماذا لم يتمكن من قيادة هذه الثورة والوصول بها إلى الحكم؟ ما برضه جزء من المجهول اللي هو، انت قلت السؤال الاخير وبتشغليني تاني. معلش معلش، لازم يعني اذكر الدكتور البرادعي. شوفي حضرتك، اول حاجه الناس اللي نزلت يوم 25 مين هم ونزلوا ازاي، وهل كان للبرادعي او غيره من هذه القيادات الكبيره دور في هذا ولا لا؟ وقت كده الدكتور البرادعي كان بيعمل حاجه اسمها الجبهه الوطنيه للتغيير، ومع ناس، وكان حصل خلافات بينهم الى اخره، كانوا اساسا شخصيات عامه واحزاب. دي سكة تانية، الشباب اللي نزلوا 25 سكة تانية يجوز لهم تواصل. اعتقد احنا عمرنا ما قعدنا يا استاذة لميس ندرس ايا كان العدد اللي كان موجود في 25 مين الناس دول. والارجح هي مش مجموعة واحدة، بدليل كان عندك في وقت حوالي 200 ائتلاف شبابي و200 قيادة. الشباب دول كانوا يعرفون ماذا لا يرغبون فيه، لكنهم لم يعرفوا ماذا يريدون. وهي دي الثغرة. اثنين، لم يكن لهم قيادة، ونتيجة أسباب مختلفة، منها تنحرات، منها كذا منها كذا، ما عملوش قيادة مشتركة. ده أوجد الظرف الموضوعي لانفراد الإخوان، إن هم اللي بيتكلموا الأكثر تنظيم. اللي أنا بقول بقى، انا ما اعرفش ليه هيقول ايه، وما اعرفش كم سطر هتتولى هتاخد. هنحتفل بيها، هي صحيح موجوده في الدستور، لكن هنحتفي بيها ولا لا؟ هنحتفل بيها ولا سنرجمها؟ على انا احكي لك حكايه لطيفه قوي. وزير الخارجيه كيسنجر كتب في مذكراته ايه، بيقول اول مره يروح الصين وقابل شوي لاي رئيس وزراء الصين، فعايز يفتح كده اي موضوع. الكلام ده مثلا في السبعينات، بيقول له ما رأيك رئيس الوزراء الصيني، تقييمك إيه للثورة الصينية، الثورة الفرنسية بقى لها 250 سنة؟ شو قال له؟ إن الوقت ما زال مبكرا. عشان الثورات يعني، أو حضرتك الثورة الفرنسية نفسها، وانت عارفه بعد 12 سنة عاد النظام الملكي مرة أخرى. أيوة. يعني انت يعني ما اقدرش عاد اللي قتلهم، يعني ما اللي هم ذبحوهم. فاللي انا عايز اقوله، عايزين يعني تدي فرصة تاريخية لتفاعلات الحياة السياسية المصرية، وهي اللي هتحط ثورة 52 في مكانها، يناير في مكانها، يونيو في مكانها. افتكر كان في بطرة وقدر عندنا حاجة اسمها ثورة 15 مايو. فكر وبيحتفلوا. يعني بعد 100 سنة تتوقع هنحتفل بالثورة ولا هنرجمها ب 25 يناير؟ انا قلت ما زال الوقت هيتوقف على ايه اللي هيحصل. يعني هل الاحلام دي، يعني كان الحلم الليبرالي، خد 25 يناير حلم الليبرالي، عيش حريه عليها ذلك. حلم الليبرالي مع ذلك الاجتماعي، هل دي هتنتصر بعد تفاعلات سياسيه؟ يعني هل النظم السياسيه في مصر هتتطور الى هذا؟ هتتطور الى هذا؟ انت لو عايز تقولي النهارده لا،
النهارده لا، احنا ماشيين في سكه في الشعارات قد تكون لكن في الاساليب والخطط لا. انا يعني برضه اقول كده مسائل لحضرتك. نهرو له كتاب اسمه رسائل الى ابنتي من السجن، ترجمه حب بهاء الدين، كتاب كبير كده. ف بيقول لها تسال بنته انديرا، قال لها بتسالينني هل انا متفائل او متشائم؟ السياسي دائما متفائل.